السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة أدوات اللي هي بيم أيكون ممتازة جدا. الميزة برضو إنها مجانية وأوبن سورس، يعني تقدر تشوف الكود فيها. شوية حاجات حلوة زي مثلا الموف باك أب، زي مثلا رينيم فايل، فلور فينيش، الحاجات اللي هي ممكن تاخد منك وقت هو بيوفرها لك. فخلينا نشوف، خلينا نفتح بس ليفل وان. ممكن أقول له ريموف باك أب، فهو يقول لي أنت عايز تحدد لي الفولدر اللي فيه الريفت، هيسيب الريفت ويلغي الباك اب، فده بيوفر مساحه. وبالذات الفولدر اللي هو خاص مثلا بالفاميليز بيبقى فيه باك اب كتير. طيب رينيم فايل، ايه الميزه بقى؟ ان انت بتدي له فولدر وتغير حاجات كتير مره واحده. تمام، يعني خليني مثلا افتح فولدر مثلا، فبيقول لي انت عايز سيلكت فولدر اور فايل. فايل، طيب انت الفايل ده النوع اللي انت عايزه ايه؟ طيب انت ممكن تحط كلمة قبليه وكلمة بعديه، يعني انت مثلا قال لك كل الاسامي اللي عندك لازم تبتدي ببداية معينة، تنتهي ببداية معينة، او غير لي من حاجة معينة لحاجة تانية. فده ممكن ياخد مني وقت بالطريقة العادية، لكن هنا هيوفر معاك وقت. وفي تطبيق اسمه انت، ده كان انت رينيم، بيغير برضو الاسم بنفس الفكرة ونفس الطريقة دي. طيب الفلور فينش يساعدك ان انت تعمل الفلور فينش، واقول له مثلا انا عايز اني روم اللي انت تعمل فيها الفلور فينش، والاوفست قد ايه، وده الفلور اللي انت عايزه. فممكن يكون عندك غرف كتيرة، تروح قايل له كيف، هو يبدأ يعمل ينشرهم لك كلهم مرة واحدة. بيقول لي ان في فلور اصلا موجود، فده عمل تكرار ليها. فده من ضمن الحاجات الجميلة ان هو وفر لي وقت. هو بنشوفهم واحدة واحدة، فبيجيب لي رسايل ان هو لما جيش حصل دوبليكيت للحاجة. طيب شفت، في شوية ده، وكل ده مجاني، وكل ده من غير ما يطلب منك فلوس او اي حاجة خالص. نمبر دور، لو انا عندي دور كتيرة فاقول له مثلا رقمهم لي بكذا، وادي فيس والبارامتر اللي انت بتشتغل عليه، بحيث ان انا اخزن لك الرقم في حاجة منهم مثلا. طبعا انت ممكن تعمل بارامتر للدور نمبر ويبقى موجود، بس هنا الأداة ديت يعني هيبدأ يرقمهم لك. لكن انا افضل ان في بعض الادوات التانية بتبقى ادفانس شويه، بحيث ان انت بتديله قاعده معينه ما يرتبهمش عشوائي. نفس الفكره برضو بنمبر ويندوز، ترقيم النوافذ في ماتش جريد، هتبدا بليز سيلكت ذا فيو، هتنسخ من اني واحد فيهم، وكوبي دايمنشن لو في دايمنشن بينهم، تمام، وهتنسخه من اني ليفلات. المارك اوريجين، طيب في انتيريور اليفيشن، تبدا بقى تحط انتيريور اليفيشن في الغرفه. مثلا ممكن عندك اربع غرف، طبعا هتحط كل واحد فيهم انتيريور اليفيشن ياخد وقت، تمام، وتحطهم على طول في التايتل بلوك، فده وفر لي كتير. بعد كده عندي أداة حلوة اكسبورت سكادول، أصدر السكادول بشكل الإكسل، وبعد كده تقدر تستور التاني. هو هنا عمل لي الليفيشن اهوت، احنا اخترنا بس غرف ضيقة، فبدأ يحط لي في النص كده ايه الليفيشن بتاع كل واحد فيهم، كل الليفيشن اهوت، تمام. فدي هتبقى ممتازة. هو حطهم لي، عمل لي كمان شيت اهوت بالشكل ده، فدي خاصية جميلة جدا، يعني وفر عليه وقت. الورنينج ريبورت، عمل لي ورقة بالمشاكل اللي موجودة، دبليكيت شيت، حدد الشات اللي انت عايزها وهو يعمل لها دبليكيت، فيو اون شيت. طيب خلينا نختار ليفل معين، فيو شيت،
وبيقول لي اختار الشيت اللي انت عايز تحط فيه الفيو دوت. فأتمنى تجربوها واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، هل الأداة دي فادتكم ولا لأ؟